مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. يا رب يكون كان عيد سعيد على حضراتكم. بعد أجازة كده صغيرة رجعنا لكم مرة تانية إن شاء الله بحلقة استثنائية، علشان هنرجع بالزمن 19 سنة ورا، تحديدا يوم 4 أغسطس 2001، مباراة القرن، مباراة ريال مدريد والنادي الأهلي على استاد القاهرة، لما النادي الأهلي قدر إنه يكسب ريال مدريد 1-0 في وسط جماهيره 75,000 متفرج. كانت لحظة تاريخية طبعا يا أحمد. بالتأكيد، أهلا بحضراتكم مرة ثانية 6 مساء بتوقيت القاهرة، نكون موجودين مع حضراتكم أنا وسارة يوميا من الحد الخميس في السادسة. وزي ما قالت سارة، حلقة خاصة جدا احتفالية، هي الحقيقة ذكرى غالية جدا على قلوب كل الأهلاوية. تقريبا اللي عنده 20 سنة النهاردة ما عاش ليلة من أهم الليالي اللي عاشها جمهور الأهلي في كل مكان في العالم. بعد التتويج بلقب نادي القرن في أفريقيا كان لقاء السحاب، كان لقاء بيجمع بين نادي القرن في أوروبا نادي الريال، ريال مدريد، مع نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. كان الحقيقة ليلة مهمة جدا، كانت ليلة بينتظرها الجمهور وكأنها نهائي بطولة كبرى. الأهلي الحقيقة طبعا على ملعبه في استاد القاهرة، يعني بعتقد انه ماتش صعب حتى لو كان على الريال، وان كان طموحنا ان احنا نقدم في الوقت ده ماتش قوي يا ساره، ما كانش يهمنا قوي النتيجه، والنتيجه مع فريق زي الريال ما بتفرقش كتير، بس الحقيقه الحدث كان تاريخي، وجمهور الاهلي دايما ما عندوش كبير، يعني اتلعب اي حد على ملعب الاهلي بين جمهوره وما عندناش مانع طبعا، وفي طموحنا المشروع ان احنا نكسب. ريال كان بيضم كوكبه من نجوم العالم كلها في التوقيت ده، كان منهم زيدان، كان منهم فيجو، لويس فيجو، كان منهم روبرتو كارلوس، كان منهم فرناندو هييرو، يعني نتكلم على زين الدين زيدان طبعا كان في اعلى مستوياته، كان لسه واخد قبلها بسنتين او 3 سنين كاس العالم مع فرنسا، وكان هو سبب رئيسي في ان فرنسا تاخد كاس العالم، كان متالق مع ريال، فازوا ببطوله اوروبا، القاب كتير جدا، احسن لعيب في العالم. لما جاب الجون يا احمد انت فاكر انا فاكر ساندي، كان عندنا لعيب محترف اعتقد على لو الذاكره ما خانتنيش كان نيجيري فعلا، وكان كان احتياطي ونزل جاب جون اول ما نزل على طول، ودي كانت طبعا اعتقد هو اي لاعب شارك في الماتش، مش بس ساندي انه جاب جون، لكن اي لاعب لعب الماتش ده حتى لو كان في القائمه وعلى دكه الاحتياطي كانت بالنسبه له مباراه تاريخيه انه يلعب مع الاهلي قدام الريال. اكيد بالرغم ان الاهلي لعب يعني انديه كبيره جدا في اوروبا، الا ان المباراه دي بالتحديد كانت لحظه تاريخيه للنادي الاهلي. كمان يا احمد هيكون معانا النهارده كابتن عادل مصطفى اللاعب السابق في النادي الاهلي، هيتكلم معانا عن كواليس المباراه دي ويرجعنا كده بالزمن للكواليس واللحظات. عارف يا بيبو لو الكاس ده ظاهر معانا، ده كاس المباراه بما انه الاهلي فاز بالمباراه طبعا، وهيكون معانا كمان زي ما هو حضراتكم شايفين كانت لحظه طبعا تاريخية ولحظة مهمة جدا، هنحاول نعيش جزء كبير جدا من جماهير الأهلي اللي ما عاش اللحظة دي أو ما شافش الماتش ده، بيشوفوا معانا الكاس ده بشكل حصري النهارده في السادسة على شاشة الأهلي، وهيشوفوا كمان الدرع اللي توج بيه الأهلي كنادي للقرن في القرن العشرين طبعا في أفريقيا، وما زال حتى اللحظة الأهلي بيحتل صدارة القارة الأفريقية بالأرقام والبطولات اللي حققها على مدار 20 سنة فاتت. برحب بحضراتكم ونبتدي مع حضراتكم أهم العناوين. الأهلي يخوض ميرانو المسائي اليوم استعداداً لعودة الدوري. الكاف يعلن المواعيد النهائية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية. فيفا يوافق على إقامة مباراة عالمية في مئوية اتحاد الكرة. اللجنة الخماسية بتعتمد التشكيل النهائي لجنة الحكام قبل عودة الدوري. الاتحاد الإنجليزي يفرض قواعد صعبة جديدة قبل الموسم الجديد. والنني بيدخل دائرة اهتمامات ترابزونسبور التركي، وتفاصيل الأخبار هنشوفها مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ أخبارنا. فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بيخوض حاليا تدريباته على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري يوم الخميس اللي جاي. طبعا احنا عارفين ان الأهلي هيلعب أول مباراة ليه في الدوري الحد اللي جاي قدام أمبي بعد عودة النشاط من توقف طويل طبعا بسبب فيروس كورونا. الفريق عاد للتدريبات الجماعية امبارح بعد ما اللاعبين قدروا انهم يحصلوا على 48 ساعة راحة بسبب إجازة عيد الأضحى. حقيقة يمكن هيكون معانا زميلنا مينا ماهر نتعرف على اخر تفاصيل تدريب النهارده، وخصوصا طبعا زي ما ساره كانت لسه بتقول لعيبه بقى لها يعني لسه راجعه التمرين امبارح. خدوا بال حضراتكم احنا النهارده يعتبر العد التنازلي بدا، يعني احنا اسبوع اقل من اسبوع يبتدي الاهلي ان شاء الله
يستأنف نشاطه الرسمي أو مباراته الرسمية مرة تانية. وبالتأكيد فترة طويلة جدا اللعيبة جعانة كورة، يعني الحالة المعنوية بالتأكيد، خصوصا أنه مشوارنا في الدوري الحمد لله كويس جدا، متصدرين بفرق كبير، عندنا قبل نهائي ونهائي وان شاء الله نهائي بطولة افريقيا، فبالتأكيد اللعيبة على الناحية المعنوية يعني متحمسة جدا. يبقى بقى الناحية الفنية والبدنية هي دي الفيصل. مينا مساء الخير. مساء الخير يا سارة، بعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين وكل مشاهدي قناة النادي الاهلي بخير. اهلا وسهلا، انت موجود في التتش دلوقتي مظبوط؟ انا دلوقتي في التتش مران النادي الاهلي الثاني على التوالي بعد توقف اجازه العيد. قول لي بقى اخر يعني تفاصيل لنا كده صوره كامله عن المشهد في تمرينه النهارده. يعني خلاص الفرقه كلها مركزه، عندنا ماتش مع انبي، خلاص عدى تنازلي للمباراه، مباراه ترجعنا تاني لاجواء الدوري العام واجواء بطوله افريقيا. اللعيبة كلها مركزة، يعني كل لعيب بيحاول يحط رجله في التشكيلة الأساسية للفريق، كل لعيب عايز يلفت نظر كوتش ليني فايلر عشان يثبت أقدامه مرة تانية في التمرين، خصوصا المباراة الجاية هترجع روح النادي الأهلي مرة تانية في الدوريات المحلية والأفريقية. إيه الحاجات اللي بيركز عليها ريني فايلر في التمرين يا أمينة؟ كوتش ليني دلوقتي بيركز على انه يرجع اللعيبه تاني لجو المباريات، جو البطولات، خلاص لازم الفرقه كلها تركز، حتى يعني اجازه العيد كانت حوالي يوم ونص او يومين، مفيش وقت للراحه، مفيش وقت للهزار، كله جد، تركيز كويس جدا في التمرينات، ان شاء الله تتوج السنه دي على خير لبطولات كتير للنادي الاهلي. مينا طمنا على حمدي فتحي، يعني مسحه كورونا الجايه مفروض امتى، وهل هيلحق كده ماتش امبي ولا لا؟ مسحة كورونا الجاية لحمدي فتحي لم يعلن عليها الجهاز الفني حتى الآن، لكن هو جاهز بالناحية الصحية، يعني ناحية الصحية هو جاهز جدا، لكن ما فيش أي معلومات عن المسحة القادمة إمتى، بس إن شاء الله تكون قبل مباراة إنبي. حالة ياسر إبراهيم آخر تطوراتها مينا؟ جهاز الطبي بالفريق أكد على أن ياسر إبراهيم إصابته مش قوية، بس هو محتاج راحة لفترة قصيرة جدا، ولكن إن شاء الله الفترة الجاية هتشهد تعافي ياسر إبراهيم وعودته مرة تانية للملعب. كابتن أو الهيد كوتش ريني فايلر بيركز أكتر على الجانب البدني ولا على الجانب التكتيكي؟ تفاصيل التمرين النهاردة لو قدرت توصفها للناس كده تديهم فكرة، يعني كأنهم كانوا في ملعب التتش معاك، إيه أهم ملامح التمرين بتاع النهاردة؟ طبعا بعد عودة التدريبات تاني بعد فترة كورونا، كوتش ريني فايلر مركز كويس جدا على التمرينات البدنية، يعني عايز يرجع الفرقة تاني للقوام الأساسي ليها، يرجعها تاني للقوام البدني المطلوب عشان ضغط المباريات. طبعا انت عارف الفترة الجاية في ضغط مباريات مش طبيعي، إذا كان في الدوري المحلي ولكن وأيضا الدوري الأفريقي. مينا بنشكرك شكرا جزيلا، ودي كانت أخبار أو تفاصيل أخبار تمرينة الأهلي النهاردة. نروح للكاف. الحقيقة الكاف يمكن وإحنا بنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي قبل نهائي ونهائي أفريقيا إن شاء الله، الكاف أعلن عن المواعيد النهائية للمسابقتين سواء أبطال دوري أو كونفدرالية. بالنسبة للكونفدرالية إن شاء الله بإذن الله نصف النهائي هيكون ما بين بيراميدز من مصر وهرويا الغيني على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 22/9. اما نهضه بركان وحسنيه اغادير والفرقتين دول فرقتين من المغرب هيلعبوا على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. بالنسبه للنهائي اتحدد ليه ملعب مولاي عبد الله في الرباط هيكون بتاريخ 27/9. كل المباريات وزي ما اكد الاتحاد الافريقي هتتم بدون حضور جماهير. بالنسبه للبطوله الاهم واللي تهمنا احنا بشكل خاص طبعا مباريات دوري ابطال افريقيا، وبعد طبعا ما انسحبت الكاميرون من استقبال مباريات المربع الذهبي تقرر اقامه مباريات المربع الذهبي او قبل النهائي بنظام الاياب والذهاب والاياب سواء ما بين مصر وما بين المغرب. الاطراف في الدور قبل النهائي زي ما حضراتكم عارفين الاهلي والزمالك من مصر والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربي. نصف النهائي هيكون نصف نهائي بنظام الذهاب والاياب، مباراة الذهاب الاثنين او المباراتين هيتلعبوا يوم 25 ويوم 26 سبتمبر وهيكونوا في المغرب. اما مباراة العودة فهتكون يوم 2 ويوم 3 اكتوبر وهتقام المباريات دي على ارض مصر. بالنسبة للنهائي بقى
تم تحديد بعض المعايير. يعني إذا كان النهائي مصري خالص ما بين الأهلي والزمالك، المباراة هتلعب أو هتلعب على أرض مصر. أما لو لا قدر الله كان النهائي ما بين الوداد والرجاء، النهائي هيتلعب في المغرب. في حالة فوز فريق من كل دولة هيتم اختيار أرض محايدة. وبالمناسبة دي الاتحاد الأفريقي في بيانه قال أنه هيتم فتح باب التقدم لاستضافة مباراة النهائي لاتحادات الأعضاء باستثناء طبعا مصر والمغرب، عشان يستضيفوا مباراة النهائي اللي هتقام طبعا من مباراة واحدة. وقال أنه على الأعضاء أو الاتحادات الراغبة في استضافة المباراة أنها تقدم ملف كامل. هيكون ملف ده بقى في ملعب اللي هتقام عليه المباراة، ضمان الحكومي اللازم، وده هيكون في موعد أقصاه يوم 17 أغسطس. تفتكر ممكن نشوف الأهلي والزمالك لأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ ده سيناريو وارد طبعا جدا، وأعتقد أنه شيء يشرف كل المصريين طبعاً. أنه طرف النهائي أكبر بطولة في أفريقيا يكونوا مصريين، وإن كنا نتمناها في النهاية طبعا أهلاوية. الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على طلب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإقامة مباراة ودية عالميا بين منتخب مصر ومنتخب أوروبي كبير في شهر ديسمبر اللي جاي، وده طبعا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصري. في مصدر باتحاد الكرة قال إن الودية دي هتكون بمثابة الانطلاقة الأولى لاحتفالات المئوية بعد ما تراجعت اللجنة عن تأجيل مناقشة الملف في ظل اقتراب موعدها، ومدة طبعا في فترة عمل اللجنة الخماسية لحد 30 نوفمبر اللي جاي. الاتحاد الدولي كمان قرر المد للجنة الخماسية دي 4 شهور إضافية لاستكمال ما بدأته من مهام. أعتقد هتبقى فرصة مناسبة جدا يا سارة، فترة مناسبة أنه يتم تنظيم حدث رياضي مهم طبعاً. في مناسبة مهمة الحقيقة، مئوية الاتحاد كرة القدم المصري. وأعتقد أنه في الفترة اللي جاية من السهل أنه يتم، يعني مصر الحقيقة من السهل أنها يكون ليها مباراة مع، بس مهم يبقى فريق كبير على مستوى، بما انه احتفاليه مئويه الاتحاد اعتقد انه يعني مهم نشوف فريق كبير في مصر. احنا لينا ذكريات كبيره جدا خصوصا في كاس القارات لو تفتكري، مصر البرازيل، مصر ايطاليا، امريكا. لا امريكا ما كانتش ذكرى حلوه قوي يعني، على قد ما احنا اجدنا قدام البرازيل قوي، كان 4-3 ليهم، بس كان مباراه بتعمل مكسب. ولغايه النهارده على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب ناس كتير جدا بتحب تفتكر الماتش ده رغم ان احنا خسرنا في النهايه 4-3. انا فاكره ان احنا كان لينا لحد لو 3 تمام، احنا تمام، احنا كنا تعادلنا 3-3 بس في الاخر 4-3 الجيل الرابع، بس كسبنا ايطاليا في الماتش في مباراه تالق فيها عصام الحضري، مباراه البرازيل وحمص هو اللي جاب الجون على ما اتذكر بالزبط. كان كورنر تقريبا وحمص جاب الكوره. فاتمنى ان شاء الله نشوف، اعتقد كمان حاجه تسعد الجماهير المصريه، بقالنا كتير ما شفناش منتخبنا بيلعب ماتش حلو، يعني ممكن تبقى احتفاليه اعتقد لطيفه جدا. طيب نروح للحقيقه كمان يعني هنفضل مع اللجنه الخماسيه اللي طبعا قرار الفيفا بمد عملها ادها فرصه متنفس مش بس للجنه الخماسيه لكن الحقيقه للوسط الكروي كله. اللجنه الخماسيه تجتمع مع وجيه احمد رئيس لجنه الحكام خلال الاسبوع ده. الهدف من الاجتماع هو اعتماد التشكيل النهائي للجنة وتحديد الموعد الخاص بمعسكر التدريب على تقنية الفيديو الفار ومشاركة 44 حكم منهم 19 حكم للساحة. من المنتظر أنه يضم تشكيل اللجنة ناصر عباس، أيمن دجيش، فهيم عمر، مجدي رزق وسيد مراد، وهيتم اعتماد التشكيل النهائي للجنة لتوفير الاستقرار لها قبل ما يتم استئناف مسابقة الدوري مرة تانية، خصوصا أنه مباريات الدور الثاني هتكون حاسمة سواء فيما يتعلق بتحديد المراكز المتقدمة أو الفرق اللي هتهبط لدوري المظاليم. واللي يمكن الحقيقة مع حساسية المباريات دي وأهميتها ما بيبقاش فيه قبول بأي شكل من الأشكال، الحقيقة بيبقى فيه حالة تحفز ضد أي أخطاء تحكيمية. هنروح دلوقتي يا احمد للاتحاد الانجليزي اللي فرض قواعد صحيه جديده، انا مش عارفه ليه شايفاها شويه غريبه او جديده، وده في ظل استمرار طبعا الازمه الصحيه العالميه لفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد. الاتحاد اصدر وثيقه جديده موجهه للحكام فيها عدد من القواعد والارشادات اللي بتسمح ليهم ان هم يعاقبوا اللاعبين اللي بيتعمدوا ان هم يكحوا في يعني في وجه زمايلهم.
وكمان الوثيقة دي الموجهة للحكام قالت أنه بيتعين عليهم اتخاذ قرار عندما يتأكد الحكم بأن في شخص أو لاعب يعني قاصد أنه هو يكح بصورة متعمدة من مسافة قريبة في وجه لاعب منافس أو في وجه أحد حكام المباراة. كمان قالت أن المخالفة هتعمل كأنها إساءة لفظية أو تصرف سيء أو الاثنين مع بعض، وأنه لا يتعين على الحكام معاقبة اللاعبين على السعال الروتيني، وعليهم طبعا تذكير اللاعبين بضرورة تجنب البصق على الأرض رغم أن ده بيعتبر مخالفة أو سوء تصرف. هو الحقيقة الاهتمام بأدق التفاصيل يمكن يكون واحدة من أكثر الأسباب اللي دفعت بالدوري الإنجليزي لمقدمة. يعني اللي بيتابع الدوري الإنجليزي من زمان يعرف قد أنه الدوري ده كان دوري أو مسابقة سيئة السمعة. أكتر مراحل العنف وأكتر الجماهير تعصبا في العالم كانت الجماهير الإنجليزية، وحصل كوارث كتيرة جدا في مدرجات الملاعب الإنجليزية. إزاي المسابقة اتطورت بالشكل ده إذا كنا بنتكلم على فكرة علم الإدارة والتسويق؟ إزاي تحول الدوري الإنجليزي لأهم بطولة على مستوى العالم؟ وإزاي كانت أصبحت كتير من الأندية الإنجليزية من أكثر الأندية يعني تحقيقا للمكاسب على مستوى العالم؟ إزاي تحولت المنظومة ككل لهذا الكم الكبير جدا من الانضباط؟ القواعد. ده الحقيقة تجربة بالضبط كده. القواعد خلت الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم. مش بس كمان القواعد يا سارة، القواعد يعني وضع القواعد والضوابط، والأهم من ده القدرة على تطبيقها. صح. تقدري الحقيقة ترتقي بمنظومة، أي منظومة، مش بس بنتكلم على الكرة، على أي منظومة في الدنيا. تحول الدوري الإنجليزي كان فيه يعني من في التسعينيات مثلا كان الكالتشو أو الدوري الإيطالي هو تقريبا نمرة واحد، تخش جنبه البوندسليجا، تخش جنبه الليجا في أسبانيا. الليجا سرقت لفترة من الفترات، لكن النهاردة الدوري الإنجليزي هو تقريبا رقم واحد على مستوى العالم. حتى مثلا على سبيل المثال القيمة التسويقية للأندية الإنجليزية والصفقات اللاعبين في إنجلترا هي الأكبر على مستوى العالم. لأن لما نيجي نبص حتى على السوشيال ميديا، انتوا عارفين حضراتكم، ودي حاجة تهمني جدا في جمهور النادي الأهلي بمناسبة احنا في القناة الجديدة يا سارة، انت عارفة قد ايه السوشيال ميديا بقت بتحرك الدنيا النهاردة. أكيد. عايز أقولك انه حتى على السوشيال ميديا بقى في مقياس لحجم جماهيريه وشعبيه وتاثير النوادي على السوشيال ميديا. كنت لسه النهارده بقرا خبر انه برشلونه هو الاكثر تاثيرا على مستوى العالم على مستوى السوشيال ميديا، وراه على طول ليفربول، وراه على طول المان يونايتد. وبيتهيألي ان جمهور الاهلي من خلال دعمه لنادي ولصفحات نادي على مواقع التواصل يقدر يزق الاهلي كمان عشان يكون موجود على الخريطه. اكيد. ميرسي يا سارة. طيب نروح لاخر خبر معانا. آخر خبر بيقول إن في تقارير صحفية كشفت إن فريق ترابزون سبور التركي بشكل رسمي عنده رغبة في التعاقد مع محمد النني، نجم طبعا خط وسط نادي أرسنال الصيف اللي جاي، خصوصا إنه النني قضى الموسم الحالي على سبيل الإعارة طبعا لصفوف بشكتاش التركي من أرسنال. لعب مع الفريق التركي حوالي 36 ماتش، سجل هدف وحيد، يمكن الهدف ده كان في الجولة الأخيرة من المسابقة. صحيفة تركيا فوتبول قالت إن مسؤولي ترابزونسبور فتحوا بالفعل باب المفاوضات مع وكلاء النني عشان يوصلوا معاه لاتفاق لاستعارته لمدة موسم واحد. وكمان الصحيفة أضافت إنه إدارة الفريق التركي بتستعد إنها تفتح قناة للمفاوضات مع مسؤولي الأرسنال عشان يتعاقدوا مع النني لمدة موسم، وبتنتظر الحصول على الضوء الأخضر من النادي الإنجليزي. التقرير كمان الحقيقه ذكر انه في منافسه قويه من جانب بيشكتاش التركي، الفريق اللي بيلعب ليه النني حاليا، مع فريق ترابزونسبور عشان ضم اللاعب، وقالت ان فرص ترابزونسبور اقوى بسبب صعوبه تمديد بيشكتاش لاستعاره النني لموسم جديد من ارسنال بسبب ازمه المستحقات بين النادي وبين اللاعب. نروح لفاصل. نطلع فاصل يا احمد ونرجع تاني. يا مساء الخير واهلا وسهلا مره ثانيه بجماهير الاهلي في كل مكان اللي بيتابعونا في السادسه. الحلقه النهارده استثنائيه، الحلقه النهارده احتفاليه، بنفتكر فيها وبنسترجع فيها مع حضراتكم واحده من اهم اللحظات، واحده من اهم الذكريات، وواحده من اهم الالقاب الحقيقه اللي حققها النادي الاهلي، لقب نادي القرن الافريقي. بنفتكر مع حضراتكم قبل 24 ساعه من الميعاد ذكرى مرت علينا من 19 سنه، وهو لقاء الاهلي التاريخي لجمعه ببطل القرن الاوروبي ريال مدريد. الدرع ده
بالمناسبة اللي ليه الشرف الحقيقة أن يكون ظاهر معاه في حلقة النهاردة هو درع نادي القرن اللي حصل عليه النادي الأهلي. الحقيقة قصة أكبر بكتير جدا من قصة درع. القصة الحقيقة قصة مشوار طويل جدا من البطولات والإنجازات، قصة 100 سنة أدرك فيها كل القائمين على المنظومة دي عظمة الكيان ده وعظمة الجماهير اللي واقفة في ظهر هذا الكيان. أدرك العشرات والمئات والآلاف الحقيقة من أبطاله وبطلاته في كافة الملاعب والميادين معنى مسؤولية البطولة. أدرك الحقيقة كمان جمهور عظيم ممتد إزاي يساند ويدعم نادي عشان يوصل لهذا الكم الكبير جدا من الألقاب والبطولات. قلت لحضراتكم أنه أي حد بيلبس تيشرت النادي الأهلي أو أي حد بيشجع النادي الأهلي وهو داخل البطولة عينه على المركز الأول، ما بيفكرش في تمثيل مشرف وما بيفكرش في مركز تاني وما بيفكرش في فضة وما بيفكرش في برونز، عينينا دايما على الذهب. من هنا بتيجي أهمية لقب نادي القرن الأفريقي اللي توج بيه الأهلي مجموعة كبيرة جدا ومشوار ناجح جدا في القارة الأفريقية، وإن شاء الله بإذن الله ولاد الأهلي وجماهيره قادرين على تحقيق كمان، ربنا يدينا ويدي حضراتكم طولة العمر، اللقب في القرن اللي جاي. خليني أقول لحضراتكم وأنا بتكلم على الإدارة، والإدارة دايما ما فيهاش لا مشاعر ولا عواطف ولا أحاسيس، الإدارة بتقاس وتقيم بالإنجازات. وإحنا النهاردة الحقيقة بمناسبة عيد ميلاده 71 بنوجه تهنئة خاصة جدا للكابتن حسن حمدي اللي احتفل بالأمس بعيد ميلاده 71، شخصية مهمة جدا، واحد من أهم رموز النادي الأهلي، سواء كان لاعب سواء كان إداري سواء كان رئيس للنادي. وفي عهد الكابتن حسن حمدي الحقيقة وفي مشواره الطويل اللي امتد لأكثر من 42 سنة حصل النادي الأهلي على عدد كبير جدا من البطولات. حسن حمدي أو وزير الدفاع وده لقبه الأشهر الحقيقة انضم للنادي الأهلي لأول مرة وهو سنه 14 سنة، تحت لعب في فريق تحت 14 سنة، ده كان سنة 62. بعد كده بقى توالت المسيرة، تدرج في النادي الأهلي كلاعب في فرقه المختلفة ووصل طبعا هو يمثل منتخب مصر. انضم لصفوف الفريق الأول في موسم 71-72، أول ماتش ليه كان أمام فرقة دمياط، والمباراة دي فاز فيها الفريق الأهلي أو فريق الأحمر بخمس تجوال مقابل جولين بس. والحقيقة يمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا أنه يعمل اتصال تليفوني بكابتن حسن حمدي ويهنيه كمان بمناسبة عيد ميلاده، وأغلب أعضاء الحقيقة مجلس الإدارة اتصلوا بكابتن حسن حمدي عشان يهنوه بعيد ميلاده 71. هنشوف مع حضراتكم تقرير دلوقتي مجموعة من أعضاء النادي بيوجهوا رسائل تهنئة للكابتن حسن حمدي. الحقيقة بيتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة جدا، رغم أنه يمكن بعد عن المشهد بشكل كبير، لكن مازال الحقيقة جماهير نادي الأهلي بتدين لي بفضل كبير. كل سنة وانت طيب، نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. كابتن حسن حمدي في عيد ميلاده كل سنة وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة وطولة العمر، وانت الصراحة يعني عملت حاجات كتيره للنادي الاهلي واحنا بنحب جدا النادي الاهلي وبنحب حضرتك، وربنا يديك الصحه والعافيه ودايما كده في انجاز مع النادي الاهلي، وربنا يوفقك في حياتك. كل سنه وهو طيب، الراجل ده راجل جميل ياما عمل انجازات للنادي الاهلي، وربنا يوفقه ويديله الصحه. كل سنه وهو طيب وربنا يديله الصحه. كل سنه وهو طيب وايامه كانت حلوه جدا وكان ماسك النادي كويس جدا واساسي هو لعيب كوره، فكان مهتم بالرياضه وفريق الكوره. كل سنه وحضرتك طيب وعقبال مليون سنه وانت اكتر رئيس في النادي الاهلي حققت انجازات. كل سنه وانت طيب يا كابتن، وانت حضرتك كملت المسيره المتوارثه للناس العظماء في النادي الاهلي وكل الموجودين في النادي وانت على راسهم، من الشخصيات المحترمة جدا جدا ومحبوبة جدا. كل سنة طبعا حضرتك طيب، محدش فينا ولا في أي نادي في مصر يقدر ينكر مجهوداتك وخبراتك، وربنا يا رب يوفقك لو كان في أي حاجة في الكارير بتاع حضرتك بعد كده، وربنا يديك طولة العمر والصحة إن شاء الله. كل سنة هو طيب وربنا يديله طولة العمر. وحسن حمدي من الرؤساء بالنسبة للنادي الأهلي العظماء اللي هو ابتداها من لاعب ثم مدير كورة ثم عضو مجلس ثم نائب
ثم رئيس نادي لمدة 12 سنة، وصل النادي الأهلي للعالمية وخلاه ياخد التالت على العالم، على أندية العالم. وأنا بقترح أنه يكون الرئيس الشرفي مدى الحياة للنادي الأهلي. التطوير واحد من المبادئ الأساسية عند أي إدارة في النادي الأهلي، محدش بيقف عند حد معين، وحتى لما حد بيتولى المسؤولية بيبتدي يطور ويكمل على اللي سبقه. والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم، إذا كانت تقييم المسؤول في أي موقع بيتم بشكل كبير جدا أو بتعكسه بشكل كبير جدا الأرقام، خليني أقول لحضراتكم أنه الأهلي في الفترة اللي تولى فيها كابتن حسن حمدي مسؤولية النادي، حقق فيها الأهلي 9 بطولات دوري، 3 ببطولات كاس، 7 سوبر محلي، 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا من أصل 8 فزنا بيهم، و5 بطولات سوبر أفريقي. وشارك الأهلي تحت رئاسة كابتن حسن حمدي في 5 مناسبات أو 5 مرات في كأس العالم للأندية، في مرة منهم طبعا مرة يعني فرحنا الأهلي وفرح جماهيره في كل مكان في العالم وحقق الميدالية البرونزية، ورجع في مناسبة تانية وحقق المركز الرابع. كابتن حسن حمدي الحقيقة طول مشواره حتى أيام ما كان لاعب شارك في عدد كبير جدا من مباريات، 107 بطولة تقريبا في بطولة الدوري، وده كان على مدار 6 مواسم طبعا، وفاز مع الدوري مع الأهلي بأكثر من دوري، وانضم لصفوف المنتخب الوطني موسم 74-75 لما كان الأهلي بيلعب أو بيمرنه في التوقيت ده واحد من أساطير اللي مرنه فريق الأهلي هديكوتي. ويمكن في الفترة دي تحديدا أطلق عليه لقب حسن الثابت قبل طبعا اللقب الثاني، والأشهر يمكن في مسيرة كابتن حسن حمدي لقب وزير الدفاع. خلينا الحقيقة نسيب حضراتكم ونختم الفقرة دي. طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم بس، والكابتن حسن حمدي رسالة الحقيقة الزملاء هم بيشتغلوا على الأرض مع جمهور الأهلي في كل مكان، في رسالة من جماهير أو دعوة، الحقيقة خلينا أقولها دعوة مش هقول رسالة، دعوة موجهة من جمهور الأهلي وأعضاء النادي الأهلي الكابتن حسن حمدي عشان يشوفوه على شاشة الأهلي في شكلها الجديد. ودي طبعا ده شيء يشرفنا، ونتمنى أنه كابتن حسن حمدي يكون موجود على شاشة الأهلي في أقرب فرصة ممكن. مرة تانية بنبارك لحضرتك، كل سنة وحياتك طيب، وربنا يديك يا رب الصحة وطولة العمر. نسيب حضراتكم بقى وإحنا في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. ويمكن الحقيقة الأهلي عودنا دايما وفرحنا دايما خصوصا في المناسبات والأعياد. هنشوف مع حضراتكم تقرير كده جمعنا لكم فيه أهم اللقطات والأهداف والانتصارات اللي حققها النادي الأهلي في الأعياد، ونرجع لحضراتكم في السادسة. يلا بيبو انفراد والتالت، خالد بيبو، خالد بيبو، يومك يا عريس، يومك يا عريس. احتفل الشعب المصري منذ أيام قليلة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ترتبط الأعياد بذكريات متباينة بين جماهير الأهلي والزمالك في الأعياد، حيث اعتاد فريق الأهلي على تحقيق العديد من الانتصارات والبطولات، انتصارات كبيرة ولقاءات حاسمة اعتاد الأهلي على تقديمها كعيدية لجماهيره، منها التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2001 في عيد الفطر بعدما فاز على سان داونز، وفوزان على الزمالك في القمة، وانتصارات مدوية أمام الترسانة وسيمبا والألومنيوم. انتصارات الأهلي الكبيرة استمرت في الأعياد بتسجيل سداسية حمراء في شباك الاتحاد السكندري، حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق فوز عريض على زعيم الثغر خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك عام 2005 بالانتصار بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2005-2006. وحقق الأهلي فوزا صعبا على وادي دجلة الموسم الماضي ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز في المباراة التي تزامن موعدها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل هدف الأحمر صلاح محسن بالدقيقة 80 من زمن اللقاء. كما حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على نظيره الألومنيوم بنتيجة 6-1 في الدوري المصري الممتاز موسم 1995-1996، وتزامن موعد المباراة مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عام 1996، قبل أن يحقق الفريق الأحمر فوزا عريضا على فريق الترسانة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في أول أيام عيد الفطر المبارك موسم 2003-2004
بالدوري الممتاز، حيث حملت أهداف الفريق الأحمر توقيع كل من سيد عبد الحفيظ وياسر رضوان ووليد صلاح الدين وأحمد بلال. وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفي مؤمن زكريا دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز في 21 من يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، وسجل مؤمن هدفي المباراة ليقود الأحمر لفوز غالي. خلال مباريات القمة التي أقيمت في الأعياد، لعل أبرزها مباراة القمة التي أقيمت في ديسمبر 2006 والتي وافقت أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء القمة 98 بالدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وسجل هدفي الأحمر فلافيو. برحب بحضراتكم من جديد، وعايزه أأكد ان شعارنا في قناة الأهلي ان الأهلاوي مش هيسيبنا، والنهارده خصوصا ما ينفعش تسيبونا، لان زي ما قلنا في اول حلقه هي حلقه استثنائيه بنحتفل بلحظه تاريخيه بمباراة القرن، الأهلي 1 ريال مدريد 0. النهارده كمان حلقه استثنائيه ما ينفعش تسيبونا، عشان منورنا في الاستوديو ضيفي الكابتن عادل مصطفى لاعب النادي الأهلي السابق اللي منورني واللي واحد من اللي حضروا الماتش المهم ده. ازيك يا كابتن؟ منور. مبدئيا كده رايك كده في الاستوديو وتطوير قناه الأهلي؟ لا انا في يعني مش ضيف عليكم، انا موجود من اول يوم في القناه، وحاجه بصراحه مبهره، والناس اللي موجوده بصراحه يعني بعيد عن الاستوديو والحاجه الفخمه الجميله دي، الناس اللي موجوده كلها بتشتغل يعني حاجه محترمه جدا، وناس بتشتغل بقلبها وبحب من اكبر واحد لاصغر واحد، ودي الحاجه اللي يعني دي الحاجه اللي بسطاني يعني بعيد عن الديكورات والحاجات الجميله والاستوديوهات، الناس جميله والناس بتشتغل بحب يعني زي ما قلنا كابتن روح الفانيلا الحمراء. بالظبط والله بجد قوي يعني فعلا لما يكون حد منتمي لحاجه قوي بيطلع احسن حاجه عنده، كل الناس اللي موجوده بلا استثناء يعني بتطلع احسن حاجه عندها، ويعني يعني بيحاولوا يعملوا احسن حاجه عندهم عشان القناه تبقى احسن حاجه في الدنيا. طب كابتن النهارده يعني حضرتك كنت من اللي حضروا مباراه ريال مدريد والاهلي، مباراه تاريخيه، اول ما تقال لكم انتوا هتلعبوا ريال مدريد رد فعلك كده؟ لا طبعا في البدايه انا لما سمعت كان شويه الامور يعني مش هقول مش مصدقين، بس يعني كنا ممكن نسمع الاخبار وبعد كده هيرجع ريال مدريد اعتزل او حاجه، ولكن طبعا قيمه النادي الاهلي يوم عن يوم بتثبت ان الكبير لازم يكون ليه شريك كبير كمان موجود معاه في اي احتفال ليه، ودي من الحاجات اللي كانت واضحه يعني اللي وضحت بعد كده في ماتشات كتير بعيد عن ريال مدريد، كل احتفالات الاهلي بيبقى فيه شريك حاجه كبيره يعني حاجه، الاهلي اسم كبير في افريقيا بيجي له اسم كبير تاني من اوروبا بيشاركوا الحدث، ودي حاجه من الحاجات اللي الواحد بيفتخر بيها جدا ان هو اهلاوي بعيد عن ان هو لعيب في النادي الاهلي يعني، فدي حاجه من الحاجات العظيمه للنادي ان طول الوقت اللي بيشاركوا حاجه كبيره، ودي حاجه تحترم يعني. عندنا كلام كتير قوي يا كابتن على الماتش ده، بس الاول هنروح نشوف التقرير ده ونرجع مره تانية. رغم مرور 19 عاما على المباراه الوديه التي جمعت بين الاهلي وريال مدريد الاسباني مطلع القرن الحالي، في مباراه اطلق عليها لقاء القرن بين بطل القرن الإفريقي وبطل القرن في أوروبا، إلا أن ذكريات هذه المواجهة التاريخية ما زالت عالقة بالأذهان بعد أن حقق الأحمر فوزا تاريخيا على الملكي بكامل نجومه. ففي الرابع من أغسطس من كل عام يحيي جماهير وعشاق النادي الأهلي ذكرى أهم المباريات في تاريخه، وهي التي احتفل فيها بلقب نادي القرن أمام ريال مدريد الإسباني، مباراة تاريخية هزم فيها الأهلي الفريق الملكي بطل القرن الأوروبي المدجج بالنجوم في ذلك الوقت بهدف نظيف سجله اللاعب النيجيري صنداي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد إحرازه هدف فوز الأهلي على ريال مدريد في احتفالات الناديين بلقب نادي القرن. صنداي يعطي الاسم لقدم
المباراة لها العديد من الذكريات مع جمهور القلعة الحمراء، ولعل أبرزها أنها شهدت الظهور الأول للبرتغالي مانويل جوزي المدرب الأسطوري للفريق والذي قاد الأحمر للفوز حينها، كما شهدت أول مشاركة لوائل جمعة صخرة الدفاع الحمراء مع الأهلي. كان اللقاء الأول للساحر البرتغالي جوزي تحت أنظار أكثر من 75 ألف متفرج باستاد القاهرة، احتشدوا للاحتفال بنادي القرن الذي استضاف النادي الملكي ليشاركه الاحتفال. روعة في الأداء يتألق لاعب النادي الأهلي، وها هو مانويل جوزي يستخرج شهادة الاقناع في أول مباراة لها في القاهرة، ونجوم الزي الأحمر يفرض سيطرتهم على المستطيل الأخضر في استاد القاهرة. بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضري في حراسة المرمى، وأشرف أمين وشادي محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز وحسام غالي وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم، بينما بدأ ريال مدريد المباراة بقوة ضاربة من النجوم تكونت من سيزار في حراسة المرمى وفريندو هيرو وجيرمي وكارانكا وروبرتو كارلوس وماكليلي وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان وسافيو وراؤول جونزاليس. صدمة كبيرة تلقاها نجوم وأساطير الريال بعد الهزيمة التاريخية للملكي من المارد الأحمر الذي اعتاد على الفوز فقط ولا بديل له، وتفوقوا على نجوم الريال الذين خرجوا بأقل الخسائر الممكنة من اللقاء. نادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, I am happy to receive this honor which happens once every 100 years. لم ولن تنسى الجماهير العاشقة للكيان تلك اللحظات التاريخية التي سطرت انتصارات القلعة الحمراء ودونتها بحروف من ذهب في سجلات التاريخ لتغرد دائما. أهلاوي أهلاوي أنا الحقيقة مباراة القرن لحظة تاريخية يعني بيعتز بيها كل أهلاوي، بيفتخر بيها كل مشجع أهلاوي. ولسه معانا كابتن عادل مصطفى مكملين كلام عن مباراة القرن. كنا بنقول يا كابتن اللعيبة كانت بتستعد ازاي للمباراة، الكواليس كده في الغرب. المباراة دي كان قبلها معسكر في البرتغال، كان بداية مستر مانويل جوزي في النادي الأهلي، وكان كل اللعيبة يعني أول يعني في العادي إن بتدخلي فتره اعداد عشان تستعدي للدوري، بتستعدي الماتشات، لكن انك تدخلي عشان تستعدي لمباراه مهمه زي دي، والناس كلها كان عندها حلم انها تلعب المباراه دي، وكان في كم لعيبه كتير كبيره، والفتره دي الاهلي كان بيغير يعني بيغير جلده زي ما بيقولوا في اللعيبه، في لعيبه كتير صغيره كانت موجوده، كانت في لعيبه في كاس العالم الشباب في الارجنتين، كنا حوالي 8 لعيبه، والثمانيه دول كانوا راجعين برده ينضموا المنتخب ينضموا النادي الاهلي في البرتغال. وانا بالصدفه انا ما كنتش من الثمانيه، كنت انا وشيف اكرامي، يعني كنت انا وشيف اكرامي من الثمانيه اللي موجودين الوحيدين ما لعبناش، ففي ناس رجعت وفي ناس كملت دوره الفرانكفون فاعتقد كانت في كندا، ورجعت بالصدفه. انا كنت يعني لعبت دخول المباراه دي لحضرتك كان بالصدفه المعسكر. هو انا اوريدي كنت موجود في فريق الاول قبل ما اسافر مع المنتخب، يعني انا كنت انا وحسام غالي كنا بس المتصاعدين مع الفريق الاول قبل ما نروح قبل، والمنتخب شغال يعني ماتشات المنتخب والدوري السيزون اللي قبله كنا انا وحسام غالي موجودين. بعد كاس العالم مستر مانويل شاف اللعيبه اللي بتلعب فقال لهم انا عايز اللعيبه اللي بتلعب، ففي يعني كابتن ضياء السيد كلمه قال له طب في لعيبه ثانيه موجوده، عادل مصطفى وشريف اكرام ما لعبوش بس لعيبه كويسه المفروض موجودين، قال له خلاص هات اشوفه، من انا كنت موجود قبل كده في الفريق الاول، قال له هات اشوفه ويجي لي في اسكندريه. كلمني كابتن ضياء، كنا نزلنا من الارجنتين، تاني يوم رحت اسكندريه قعدت يوم في المعسكر، فمستر مانويل قال لهم انا عايز اسافر معايا، كنت انا اللعيب الوحيد اللي في المعسكر هناك. دي كانت من الحاجات اللي يعني الكويسه ليا ان انا لعبت 5 ماتشات في هناك، وما كانش في دماغي ان العب ماتش ريال مدريد، واحنا راجعين كل ردود افعال اللعيبه ان اللعيبه الكبار هو اللي هتلعب مباراه تكريميه، مباراه محتاجين فيها خبرات ومحتاجين فيها الناس الكبار هم اللي يلعبوا، فكل الناس الصغيره مش هقول مش في دماغها لكن عارفه ان اللعيبه الكبار هتلعب. فاحنا راجعين في الطياره يعني مستر مانويل كان بيقعد مع ناس مع اللعيبه الصغيره كتير، بينا كل واحد مفروض يحلم ان هو يبقى هيلعب أكيد. يعني مش عيب يعني انتوا لسه صغيرين بس كل واحد يحلم انه يلعب.
ما كانش حد دماغه انه يلعب خالص يعني، كلنا كنا شايفين الكبار هيلعبوا. 19 سنه كابتن، 19 سنه كلنا كان رهبه يعني، رهبه في السن ده وقدام لعيبه ريال مدريد. طبعا حاجه الكبار كان عندهم رهبه يعني، الكبار يعني احنا في ناس كتير جدا قبل المباراه يعني مهتمه بان هي تتصور، مهتمه ان هي تاخد صوره في المباراه وخلاص يعني، ان هي تطلع في يعني شكلها كويس للتاريخ، حاجات للتاريخ برضو. مش نادي الاهلي كبير في قاره افريقيا، ولكن ريال مدريد نادي القرن، نادي القرن الاوروبي، وحاجه من يعني من الفرق الكبيره جدا في العالم. وكان في اساطير يعني الملعب لما يكون في زيدان وفيجو وكارلوس وراؤول ولاعيبه كتير جدا. اللحظه دي بقى لما نزلت ملعب المباراه وشفت اللعيبه دي الاساطير دي، الـ يعني الموضوع ما كانش سهل يعني للناس كلها، حتى واحنا نازلين التسخين كل واحد عايز يعمل حاجه كويسه، ولكن في رهبه ان انت هتلعب نجوم العالم. كان نجوم العالم كل فرقه فيها نجم او اتنين. فريق ريال مدريد في الوقت ده كان كلها نجوم، وكل واحد لوحده لو حطيه في حلقه لوحده هيبقى هو النجم الفرقه دي. فكان في لعيبه كتير جدا موجوده، ولو جيتي تقولي مثلا حد مثلا نفسه يتصور مع حد من ريال مدريد، مش هتعرفي تختاري مين. ناس كتير لعيبه كتير جدا، من اول كاسياس لزيدان وكارلوس وفيجو وراؤول وجوتي، يعني لعيبه كتير قوي، وهيليجيرا وناس كتير جدا. مش عايز انسى اسماء تفكير يعني. تفكير اللعيبه وقتها يا كابتن، احنا نازلين نكسب الماتش ده ولا نازلين نعمل مستوى حلو، نقدم اداء حلو؟ نازلين نقدم اداء كويس، والنتيجه برده يعني ما كانش حد برده في دماغه قوي ان هو احنا هنكسب ريال مدريد. بس اللي انا عارفاه يا كابتن انك قلت لسانداي وقتها قبلها بيوم هنكسب بقى. وانت اللي هتجيب الجول. انا كنت بهزر معاه، سانداي كان قاعد معايا في الاوضه، فقعد معايا في الاوضه في سانداي انا حاسس، بس في فرق ان انت حاسس وفرق ان انت يعني مقتنع ان انت تعمل كده. فجيت قلت له يا صندي تخيل ان احنا كسبنا 1-0 وانت اللي جبت الجول. فبص لي كده وقال لي انت مجنون. قلت له مش مجنون ولا حاجه، تخيل كده انت ده ان احنا كسبنا 1-0 وانت اللي جبت الجول. فقال لي لا، ده انا ممكن اقعد الف الملعب يعني 3 ايام ورا بعض عشان انا جبت جول في ريال مدريد. وفعلا تاني يوم المباراه خلصت 1-0 وصندي هو اللي جاب الجول، وانا كنت كدعاء يعني، كدعابه يعني، كان يعني. بس بعدها في مباريات كتير جدا كنت بقعد اتوقعها والحمد لله كانت بتحصل. احنا معانا الجون دلوقتي على الشاشه يا كابتن. ده يعني هو بالنسبه له بقى ما كانش، كانت اول لمسه ليه غالبا في المباراه، كان لسه نازل. رحت تحتفل معاه على طول؟ رحت احتفل معاه على طول يعني، ما كناش مصدقين بصراحه. طب وانت دلوقتي يا كابتن يعني بعد 19 سنه بتشوف الجون ده على الشاشه، يعني الاحساس؟ لا الاحساس اكتر صح. الاحساس اكتر اللي في الملعب، اللي قاعدين بيتفرجوا، اللي جوه الملعب هي واخده الحماسه وان هو مبسوط وبيلعب وبيجري. بس اللي في المدرجات اصلا جربت ده يعني، انا جربت ده وانا صغير، وانا قبل ما العب في النادي الاهلي كنت باخد علم واروح اقعد في المدرجات، فكنت ببقى حاسس اكتر. اللعيب لما بيدخل الملعب بتبقى شويه الامور خلاص، هو دلوقتي بيقوم بوظيفته، طبعا بيحبها وكل حاجه، ولكن مش زي اللي في المدرج. اللي في المدرج حاجه ثانيه خالص. فاليوم ده الناس اللي في المدرجات بصراحه وفي الشوارع يعني، انا كان عندي حلم ان العب في النادي الاهلي، بس بعد الماتش ده لقيت ان الموضوع كبير يعني، الموضوع كبير وحلم وكل حاجه، بس الموضوع كبير. الناس فرحانه فرحه هستيريه، وكان يوم جميل بصراحه للمصريين كلهم والاهلاويه بالاخص يعني. طب يا كابتن انا عارفه ان المدرب وقتها قال لك انه في لاعب معين في ريال مدريد وهو افضل لاعب وانت اللي هتلعب على اللاعب ده، مين؟ احكي لنا القصه دي. كان بين الشوطين، اول ما الشوط خلص وانا يعني احنا نازلين الملعب مستنيينه، كان هو المترجم بتاعه كان احمد عبده، واحنا نازلين كده قال لي انت بتفكر يعني حاسس انت هتلعب؟ قلت له ما اعرفش، فيعني ما كنتش فاهمه برده، مش فاهم عقليته وهو بيفكر ازاي. ان هو بصراحه مانويل جوزيه من الناس اللي غيروا عقليات كتير جدا في الكوره في مصر، وغيروا شكل الكوره في مصر. فاحنا نازلين في التسخين واللعيبه بتسخن، وانا كنت في الاحتياطي، واحنا نازلين بيقولوا لي تخيل كده لو انت بتلعب في الماتش. فسكت، ما عرفتش ارد عليه بصراحه يعني، ما يعني انا برده من الناس يعني مش ارد اقول له. قلت له طبعا ده يعني هتبقى حاجه كبيره جدا. اول ما الشوط خلص ما عملش اي حاجه خالص، راح ناديه لي قال لي انت هتلعب. قلت له هلعب امتى يعني؟ قال لي هتلعب دلوقتي. فجاب لي البورد بتاعته، قال لي مين احسن واحد في الملعب، مين المهمين في الملعب؟ قلت له زيدان وفيجو وراؤول. قال لا سيبك، هم دول مهمين بس مش هم اهم ناس. فسكت، قلت له طب ايه يعني مين بقى اهم حاجه؟ كان ميكاليلي، كان في لعيب فرنساوي اسمه ميكاليلي، كان بيلعب رقم 6 يعني خط وسط مدافع لريال مدريد. اللعيب ده كل كوره بتعدي عليه يعني، كل كوره بتتباص للي قدام من المدافعين لنص الملعب لازم تعدي عليه. فقال لي هتلعب مع مان تو مان، قال لي لو وقفته
احنا هنكسب الماتش. فانا برضو يعني برضو دي برضو من المواقف اللي حببتني في ان انا اقعد افكر في فنيات الكوره. ان واحد بيفكر ان ده, وانا برضو كنت صغير يعني عقليتي يعني كانت لسه على يعني لسه مش ناضج يعني 17 سنه. فقال لي ده يعني لو مسكت ميكاليه هنكسب. قلت له فساكت ما بردش. قلت له اهو انا مبسوط اصلا, خلاص عايز العب يعني سيبني انا هنزل العب. بس كنت مبسوط وخايف. وفعلا لا يعني الحمد لله الرهبه ما كانتش موجوده قوي. رجعت مع مان تو مان واخدت منه حوالي 4 كور, وفي كورتين اتعملوا انفرادين, منهم انفراد لبيبو, خلي بيبو عمل انفراد من كره منهم, وكره على ابراهيم. وغير كده كمان يعني لو حضرتك بصيتي الشوط الثاني والشوط الاول فرص ريال مدريد هتلاقي ان الشوط الاول كان فيه فرص اكتر. وانا المكان اللي نازلين لعبت فيه مش مكاني اصلا. انا اصلا يعني كان بيلعب كابتن هادي خشبه وحسام غالي, هما الاثنين بيلعبوا اثنين نص ملعب مدافعين, وانا كنت الاحتياطي بتاعهم وكان بيلعب قدامهم مجهوده. فلما نزلت ما نزلتش في مكاني, فانا كنت متخيل ان هو هنزل العب مكاني وحد تاني هيغير مكان. قال لي هتلعب المكان ده وهتدافع في المكان ده. فبصراحه من الناس اللي يعني من المواقف اللي حببتني في التدريب الموقف ده بالذات, والحاجات اللي خلتني يعني ابقى طول الوقت قاعد بفكر حتى مع مستر مانول في حاجات كتير. في مش عايز يعني نخرج بره سياق المباراه ريال مدريد, بس حتى في مباراه كاس سوبر الافريقي فكر بطريقه مختلفه خالص عن كل الناس. كان عندنا مباراه سوبر الافريقي في القاهره, والناس كلها يعني كل المباريات اللي بتلعب في ملعبك بيبقى دايما لازم الفريق صاحب الملعب هو اللي يهاجم طول الوقت والفريق التاني يقف يدافع او يبقى متحفظ شويه. المباراه دي اتعكست. المباراه دي احنا نزلنا وقفنا دافعنا, كان عندنا معسكر اسبوع في الاسماعيليه, قعدنا اسبوع كامل نتمرن ان احنا واقفين في نص ملعبنا. فعايز تقولي حاجه؟ هقطعك معلش يا كابتن. معانا يعني برنامج السادسه انفرد وحصل على وثيقه مهمه جدا بتدل على عظمه النادي الاهلي, وهي كانت من ريال مدريد وموقع من بيريز رئيس النادي لنادي الاهلي برئاسه كابتن صالح سليم. هنشوف الخطاب بترجمته ونرجع مره ثانيه. عزيزي السيد سليم, بادئ ذي بدء يرجى قبول اعتذاري لعدم تمكني من القدوم مع الفريق إلى مصر بسبب الالتزامات المهنية السابقة التي جعلت من المستحيل الحضور. ما تداولته وسائل الإعلام الإخبارية وكذلك التعليقات التي أدلى بها أعضاء بعثة ريال مدريد الذين سافروا إلى القاهرة, نريد أن نعرب عن خالص امتناننا للحفاوة التي تلقيناها. ألفريدو دي ستيفانو رئيس شرف النادي أبلغني أن كل من في البعثة لا يمكن أن يتذكر ترحيبا في أي مكان آخر مثل ذلك الذي قدمتموه لنا, وأن لطفك اللامحدود جعل إقامة فريقنا لا تنسى. أنا آسف للغاية لعدم تمكني من الاستمتاع بمدينة القاهرة المبهجة المصحوبة بمضيف جميل مثلك. نريد أن نظهر تقديرنا وامتناننا من خلال القول إن النادي الأهلي الرياضي يعتبر الآن صديقا لريال مدريد, وأن جميع انتصارات فريقك ستكون لنا أيضا. جميعنا هنا الذين يشكلون جزءا من هذا النادي الرائع يريدون فتح أبوابنا لك ولأعضاء مجلس إدارتك وللاعبين ولجنة التدريب ولجماهيرك. نود في وقت ما في المستقبل أن نكرر هذه التجربة حيث وجدنا أنها إيجابية للغاية ومثيرة. وفيما يتعلق بالروح الرياضية نرحب بفرصة مباراة العودة. آمل أن أسمع منك قريبا وأنا تحت تصرفك الكامل لأي شيء قد تحتاجه. أطيب التحيات, فلورنتينو بيريز. مرحب بحضراتكم مرة تانية, ولسه مكملين الحديث عن مباراة القرن وعن نادي القرن النادي الأهلي. معنا دلوقتي أستاذ محمد سرحان عضو اللجنة الكبرى للاحتفال بنادي القرن. أستاذ محمد برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي, وعارفة أن حضرتك يعني كنت عضو في اللجنة الكبرى للاحتفال بالأهلي كنادي القرن. عايزين بس نتكلم مع حضرتك عن مباراة الأهلي وريال مدريد, ذكرياتك معاها. اهلا بيكم, مبروك التطوير اللي حصل في القناه, حاجه جميله جدا, حاجه تشرف. انا بعد ما الاهلي تم اختياره نادي القرن في افريقيا طبعا تشكلت لجنه كانت برئاسه المهندس ابراهيم معلم, وحضر اللجنة
دي كابتن صالح وكابتن حسن، وطبعا كان في عمرو فتوح، ابراهيم كفراوي، استاذ ياسين منصور، الاستاذ حماده دمرتاش، وتم اختيار الاتفاق على ان احنا الاهلي يلعب ماتش ريال مدريد، وتم التواصل مع ريال مدريد وتم الاتفاق وتم تحديد موعد الوصول 3 أغسطس 2001. وانا سافرت، كان سبقني خالد مرتكي وبهاند سعد القيعي في اسبانيا، عملوا بعض الاتفاقات او ترتيبات ورجعنا في الطياره. طبعا وصلنا مصر. كان بالمناسبه في حاجه لازم اقولها، الاهلي كان مخطط ان زياره الاهرام تبقى ثاني يوم الماتش. هم خاطبوا الاهلي وصمموا انها تبقى نفس يوم الماتش عشان الناس اللي بتقول الاهلي تعبوا قبل الماتش وكده. واتلعبت المباراه، وطبعا تحققت نجاح كبير جدا. ريال مدريد الجواب اللي بعته رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كابتن صالح يدل على التنظيم، كان عامل تنظيم من ساعه تم الاتفاق لغايه لما رجعوا اسبانيا، كما وصلوا مدريد وكل حاجه منظمه بالساعه والدقيقه والثانيه. فدي كانت حاجه من الخبرات الكبيره جدا انا بصراحه كسبتها، اتعلمت منها حاجات كتير جدا. وفيها حاجه برضه لازم اقولها، كان بعدها بكام شهر، يعني السنه اللي بعدها الاهلي لعب مع اي اس روما. بعدين انا كنت سافرت مدريد في يناير 2002، فرحت زرت ريال مدريد، رحت زرت بوتراجينيو، ما قعدنيش على كرسي، اخذني وراني اوض اللبس، ان كانت اوض اللبس في استاد القاهره وقتها كانت حاله يرثى. فلما تم اعلان مباراه الاهلي واي اس روم، كلمت الاستاذ ابراهيم حجازي الصحفي الكبير، ورحت قلت له بص الصور دي بتاعت كذا كذا كذا، تم تجديد غرف الملابس في استاد القاهره فورا علشان الصوره لمصر. يعني كان من ضمن الحاجات اللي كان ريال مدريد ليهم ملاحظه عليها، دي الملاحظه الوحيده كانت الغرف الملابس وارضيه الملعب. لكن في ما عدا ذلك طبعا كانت كل حاجه منظمه. كابتن محرم الراغب كان مدير اعلام عام النادي وقتها، وتم الاتفاق مع وزاره الداخليه ان هيسافر معانا في الطياره صوت جوازات، وتم خد جوازات اللعيبه كل البعثه كلها في الطياره، وطبعا دخلوا على طول استاد كبار الصغار، ويعني كان الاقبال كل حاجه بقول لحضرتك منظمه بالدقيقه والثانيه. ان ده النادي الاهلي يعني طبعا النادي الاهلي يعني نادي القرن، واكيد يعني كان حضرتك كنت مع فرقه ريال مدريد، كنت مصاحب البعثه دي، عايز اعرف رد فعلهم بعد الهزيمه. هو بص، في حاجه حصلت الاهلي لما انا كنت قاعد معاهم على الدكه، ولما الاهلي جاب جون انا لا اراديا قمت نطيت في الهواء، فكلهم بلا استثناء راحوا باصين لي بصه. وبعد واحنا راجعين يعني الفرقه اتغلبت، ما كانوش يعني انا واحنا رايحين قاعدين بنتكلم، طبعا قاعد بقى اللي بيشاور باربعه وخمسه يعني بيهزر، فطبعا بس هم ناس محترفين وما كانوش منتظرين ابدا الاهلي يكسب. لكن رد فعلهم، الاهلي فرقه كويسه جدا ولعيبه كويسه جدا، وقالوا يعني ده درس اخذناه، ان احنا بنتمنى يعني ده فرقه في افريقيا، فيعني ان هم يعني اضعف منها، بس هم على فكره لعبوا ماتش كويس جدا وضيعوا اهداف كتير، بس كان طبعا يعني ما كانوش مبسوطين، يعني مش عارف اقول لك يعني ما كانوش مبسوطين يعني الهزيمه طبعا اثرت عليهم، واسبشلي الباسكت الكوتش. انا عارفه يا استاذ انه حضرتك اللي زلت على اتصال بمسؤولي فريق ريال مدريد حتى الان، عايز اعرف الناس دي شايفين النادي الاهلي ازاي، بيمثل لهم ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، كان في حاجه كده قريبا اتصال، يعني تم تكليف باجراء اتصال مع ريال مدريد، يعني في موضوع ما، فرد فعلهم في هذا الموضوع اللي هو اتقال بالظبط، ان التعامل مع النادي الاهلي هو التعامل مع
نادي اوروبي في مستوى ريال مدريد بس هو موجود في مصر. رد فعلهم طبعا لغايه يعني لغايه النهارده انا بتكلم النهارده الاثنين 3 اغسطس انا كان في اتصال بيني وبينه وهما بيتصلوا يعني بيتصلوا بيطمنوا على الاهلي. في جالي مسج مره من ايميليو بوتراجيني والفتى الذهبي الاسباني وهداف فريق ريال مدريد سابقا طبعا هداف منتخب اسبانيا لما الاهلي خسر كاس افريقيا قدام الترجي. المسج دي عندي انا محتفظ بيها مكتوب انا حزنت هزيمه النادي الاهلي هذا النادي العريق كنت اتمنى ان هو يلعب في كاس العالم عشان نلتقي معاه. فهما طبعا ليهم وهما يعني الجواب بتاع فرانتيني بريس رئيس ريال مدريد يدل ان هما فاتحين ابوابهم للنادي الاهلي في اي وقت سواء لعيبه اداره لعيبه جماهير اعضاء النادي الاهلي نادي عظيم يعني نادي عظيم نادي كبير وترتيب الترتيب والرحله دي رغم انها كانت قصيره جدا كان ترتيبها وتنظيمها يدل على قد ايه النادي الاهلي ده فيه سيستم وفيه نظام وكل حاجه بالورقه والقلم في الثانيه وباللحظه. فطبعا صورته مع النادي الاهلي عظيمه. بشكر حضرتك جدا كنت منورنا في برنامج السادسة. لسه مكملين عن نادي القرن ومباراة القرن الأهلي وريال مدريد مع كابتن عادل مصطفى بس بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين كلام مع كابتن عادل مصطفى اللي منورني في الاستوديو على مباراه ريال مدريد والنادي الاهلي 1-0 للنادي الاهلي يا كابتن. ولسه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ذكرى كده او حاجه من المطبخ زي ما بنقول كنت بتحكي لي موقف من الملعب. لا كان في لقطه ليا في المباراه دي برده مع فيجو كان برده في حماس شباب شويه وانا صغير برده كان يعني كان في شويه عنف شويه يعني كنا عايزين نكسب وعايزين يعني غيرون يعني على التيشيرت ففي كوره دخلت فيه جامد وجيت اقومه ما رضيش سلم عليا فسبته فقلت له فجيت سلم عليه راح شوح لي رحت مشوح فجالي كابتن جمال غندور قال لي بالراحه. الصوره دي يا كابتن كنت بتعدي من مين؟ دي ميكاليلي وراؤول وفيجو في الصوره دي اعتقد يعني ف دي من اغلى الصور عندي يعني دي من اغلى الصور يعني انا عندي صور فيها بكؤوس وصور في بطولات لكن الصوره دي كانت عندي يعني من اغلى الصور عندي من اغلى واقيم الصور يعني. فبعد ما خلاص يعني هو شوحني رحت مشوح له ما اديت له ايدي ما رضيش يمد ايده فكابتن جمال غندور جالي كان موقف طريف منه يعني حتى هو احنا كان عندنا كان محاضر لينا في احدى الدورات كان فكرني باللقطه دي فجاي بيقول لي عادي العب بالراحه فبصيت قلت لسه هتكلم قال لي بس جدع انت عملت كده فقلت له شكرا كابتن جمال بس والموقف عدى وكان من المواقف برده يعني جوه الملعب برده في كام كوره كده جه معايا صندي كل ما اروح له اقول له شفت جبت جول فيقول لي سيبني في حالي دلوقتي مش مركز يعني. طب كان في اي شد في الملعب بقى بين لعيبه الاهلي ولعيبه ريال مدريد؟ خالص لا خالص كان يعني احنا كنا يعني مدينهم قدرهم جدا المفروض بقيمتهم وتعاملنا معاهم بشكل كويس جدا جوه الملعب وناس كتير بعد المباراه كانت بتتكلم ان ريال مدريد اصل هم راحوا الاهرامات الصبح فمستواهم قل في ناس ما تعرفش ان اليوم ده الاهلي اتمرن الصبح كانت اول مره في تاريخ الاهلي بالنسبه لي في الفتره كنت موجود فيها احنا اتمرنا الصبح يعني كان عندنا تمرين صباحي يوم مباراه ريال مدريد في الاهلي مدينه نصر مستر مانويل اخذنا الصبح قبل المباراه بيوم قالنا في تمرين قال لكم ايه يوم التمرين ده كنا يعني عملنا حاجات كور ثابته وهو طول الوقت في بدايه مستر مانويل كان بيفرجنا على الماتشات اللي هو كان الفرقه اللي كان هو مدير فني بتاعها وكان بيعمل مباريات كبيره مع فرق كبيره فهو طول الوقت بيقول لنا انا يعني عادي ممكن اخسر مره دي ريال مدريد بس لازم اعمل مباراه كويسه انا لازم فرقتي يبقى عندها شخصيه ودي من الحاجات اللي ميزت مانويل جوزيه في التاريخ مش النتائج بس الشخصيه مانويل جوزيه شخصيته طبعت على ناس كتير جدا في لعيب ممكن تبقى لعيب كبير بس ما عندك شخصيه وده اللي احنا شفناه في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي شخصيه المكان بتفرق يعني ممكن يبقى في اتنين لعيبه في لعيب امكانياته عاليه جدا بس شخصيته ضعيفه او شخصيته مش متماشيه مع المكان شخصيته قويه لنفسه مش شخصيه مكان مش شخصيه جماعيه
وممكن يبقى لعيب امكانياته اقل ولكن شخصيته تطغى على اللعيب الاحسن. انت يا كابتن شخصيا اتعلمت منه ايه؟ اثر فيك ازاي؟ مستر مانويل يعني من اول الناس اللي حببتني في التدريب. كنت يعني في موقف كتير جدا في مواقف شخصيه حتى يعني انا مثلا في وقت من الاوقات كنت بلعب في ماتشات مثلا في الناس اللي كانت بتتابعني كنت بلعب كورنر بشمالي كورنر بشمالي انا مش اشول بس مانويل جوزيه في البرتغال كنا بنعمل كور ثابته هو ايمن فبيجي يلعب معانا الكور ثابته بيعلمنا هو عايز يلعب الكور ثابته فين فلما روحنا ناحيه الشمال في لعيبه شول موجوده وفي لعيبه تانية يعني انا كنت موجود واقف معاهم فمستني شو يعني هو عمال في الناس عماله ترفع بس مش عايز تعملها زي ما هو عايز راح هو واقف بشماله بيلعب الكره بشماله فبرضه دي من الحاجات اللي بتعلق انا كنت شويه بركز في التفاصيل وهو لا هو في حاجات كتير جدا جدا منها مباراه السوبر اللي انا كنت بحكي فيها ان هو احنا لعبنا في استاد القاهره مدافعين لعبنا من نص ملعب كنا بنلعب فرقه اسمها فرقه كايزر تشيفز كسبنا 4-1 المباراه دي احنا بنتفرج على الفيديو بتاع الفريق عندهم كم سرعات مش طبيعي فرقه جنوب افريقيا مميزين جدا في السرعات وفي الكره السريعه فاحنا قاعدين بنتفرج فيعني حتى كمان عندي كان عندي واقع في المباراه دي كمان كان في لعيب رقم 10 كان احسن لعيب في الفرقه وانا واحد بنتفرج يعني حسام غالي كان قاعد جنبي وكلنا كنا بنتفرج في الفيديو فلعيب سريع قوي فكلنا يعني اللي هو برده يعني لعيب برده يخض لعيب كويس احنا مش خايفين بس لعيب شد عينينا واحنا بنتفرج فراح غمز لي كده يعني واحنا قاعدين راح غمز لي كده قال لي انت تلعب على رقم 10 ده فقلت له على رقم 10 كان لعيب سريع جدا وانا يعني فرق السرعات بينا عالي جدا يعني فقال لي هتلعب على رقم 10 فدي برده من الحاجات اللي هو مش فكره المان تو مان برده الناس اللي بتبقى يعني اللي بتحب التفاصيل مش فكره المان تو مان على قد ما انت بتلعب على مفاتيح اللعب الفرق اللي قدامك انت فرقه كبيره يعني مقارنه التاريخ بين الاهلي وكايزر تشيفز لا الاهلي بمراحل سابق مراحل ولكن هو الراجل لعب على نقاط القوه للفرقه الثانيه وفي نفس الوقت هم كان عندهم سرعات كتيره جدا راح راجع لعب من نص ملعب لو 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 جبنا المباراه دي هنلاقي ان احنا لعبنا بعد الخط نص الملعب ب 10 15 يارده وسابين مساحات في خط ظهرهم وده اللي استغله بيبو واستغله رضا شحاته يعني هو المباراه دي كمان لعب باثنين راس حربه سرعة عندهم يعني عندهم سرعه فاستغلناها كتير جدا وجبنا جوال وضيعنا كمان فرص كتير جدا فبالنسبه لي مانويل جوزيه مش مجرد مدرب مانويل جوزيه يعني اتعلمت منه حاجات كتير وانا معاه وانا حتى بعد ما خرجت من الاهلي في ماتشات كتير جدا كنت بتفرج عليه في التكتيك لا هو حاجه مختلفه وغير كده بيعرف يقود الشخصيات اللي موجوده يعني النادي الاهلي كان برده جت فتره في كم لعيبه كتير نجوم مش سهل حد يعمل عليهم كنترول لما يبقى عندك ابو تريكا وبركات ومتعب وجت فتره معاهم احمد حسن لعيبه كتير نجوم وتعرف تعمل عليهم كنترول واللعيبه دي يوم بعد يوم بتبقى نجوم يعني هو اللعيب بعد البطوله نجوميته بتزيد اكتر فشخصيته بتبقى اقوى فان مدرب يفضل مسيطر عليهم فتره طويله وهم كمان بيحبوه لا دي حاجه تانية خالص يعني مانويل جوزيه يعني مدرسه يعني فادت جدا الكره المصريه مانويل جوزيه سبب من اسباب ان منتخب مصر توج بالثلاث بطولات ان لعيبه الاهلي في الفتره دي كان ليهم دور كبير جدا في البطوله وشخصياتهم كانت طاغيه في البطوله هنروح دلوقتي يا كابتن برضو عايزين ندخل المشاهدين اكتر في اجواء مباراه القرن نشوف تقرير عن علم مباراه القرن ونرجع مره ريال مدريد طبعا ده كان تاريخ لان الفتره دي عملنا اول رابطه في مصر لتشجيع النادي الاهلي رابطه الاي ال يو او الاهلي لافرز يونيون الرابطه دهيت بدات بمجموعه من المصريين العاملين بالخارج ابتدى يبقى في افكار بتتعمل ابتدى يبقى في مجموعه بتروح مع بعضها لغايه لما وصلنا للماتش ريال مدريد اللي هو ماتش القرن وفكرنا قعدنا نفكر ازاي نعمل حاجه تليق بالمناسبه
ومن هنا جت فكرة علم القرن أو علم النادي الأهلي اللي هو علم ماتش ريال مدريد. اتجمعنا احنا كنا حوالي 15 عضو أو ممثل للرابطة، وجمعنا الفلوس من بعض وجبنا واحد خياط من الخيامية، ودول المنطقة اللي هم متخصصين بيعملوا أعلام كبيرة، بيعملوا خيم، يعني دول بيبقوا خياطين على مستوى متخصص شوية. وعرضنا عليه الفكرة، والراجل كان أهلاوي فحب برضو الفكرة جدا وحب إن هو يساعدنا فيها. اللوجو بتاع النادي الأهلي مكتوب عليه الكلاب أوف ذا سنشري أو نادي القرن، والأهلي الملك باللغة العربية. الجمهور الاول استغرب موضوع العلم ده، بس احنا عملنا بروفا قبل بدايه ماتش ريال مدريد ان الجمهور بدانا ناهله، انت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا، يعني في تكليفات للجمهور كل واحد يعمل حاجه. احنا دايما كان مكاننا ثالثه شمال في الجزء التحتاني، دخلنا في المكان بتاعنا وفردنا العلم. كان التفكير ان لما نيجي نفرد العلم يطلع لفوق وتحت وعلى الجناب، بحيث ان هو يغطي الجزء بتاع تلتة شمال بالكامل. لما العلم اتفرد محدش هينسى صوت الجمهور اللي كان في المدرج الناحية التانية لما شاف العلم مفرود بالكامل، طبعا كانت لحظة جميلة جدا وكل الاهلاوية فاكرينها. العلم ده لو اتعمل دلوقتي كان هيبقى له تغطية اكبر بكتير، لكن ناس كتير قوي اخذت الفكره، ومش بس في مصر، في ناس بره مصر كمان اخذت الفكره، في مواقع كتبت عن العلم. اتذكر ان الاهرام الرياضي العدد اللي هو بعد مباراه الاهلي حط صوره وكتب تعليق عليها اكبر علم. الصحافه الحقيقه اشادت بالتجربه وقالت ان ده فعلا العلم ده هو احنا تقدمنا بان هو يدخل لموسوعه جينيس، وتم تسجيل العلم فعلا كأكبر علم لنادي اتفرد في الاستاد على تاريخ على مدار التاريخ. والناس اتكلمت عنه كويس قوي لان هو كان فعلا في الوقت ده اكبر علم في العالم، اكبر علم في تاريخ كرة القدم. يعني هو ده جمهور الأهلي، دايما بيبهر العالم، دايما في ظهر فريقه. كابتن عادل، 75 ألف متفرج على استاد القاهرة يوم المباراة دي، كان تأثير الجماهير عليكم إزاي؟ مش في المباراة دي بس، جمهور الأهلي رقم واحد في كل الأوقات، في كل الأوقات، الأوقات الصعبة اللي بتمر على اللعيبة أو على النادي بتلاقي الجمهور هو الأساس. بس المباراة دي بالذات يا كابتن بتلعب كم كبير من النجوم، فأكيد كان التشجيع بقى مختلف في المباراة دي. هو كان يعني اليوم ده كان مختلف شوية، إن الناس جاية تفرج على جم على 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 نجوم، وفي نفس الوقت بتحب ناديها قوي، عايزة لعيبتها تأدي بشكل كويس وعايزة لعيبتها تكسب. خد بالك النادي الأهلي لو هو داخل أي بطولة تصنيفه الأخير في البطولة ومعاه نجوم كتيرة، لا الجمهور برضو عايز الأهلي يكسب. فدي برضو من الحاجات اللي الجمهور والناس اللي اشتغلت في الاهلي واتفقوا عليها طول الوقت، ان في ترسيخ لحته ان انا عايز اكسب طول الوقت، حتى لو مباراه وديه، حتى لو مباراه مع احسن ناس في العالم، او على الاقل لو ما كسبتش تحاول. وده اللي حصل اليوم ده. وانا يعني انا كان في ناس كتير في الجمهور من الجماهير كان بتسال مين الصغيرين دول، يعني في ناس كتير في يعني احنا كنا صغيرين كتير موجودين، مين اللي هي يعني كل ما واحد يقوم الناس. انا كنت حتى الاول كانت الدكه كان شويه قريبه من مدرجات الدرجه الاولى، فكنت بتسمع الجمهور عكس دلوقتي الدكه بعيد شويه، الاول كانت يعني كانت قريبه، فكنت تسمع الجمهور مين ده، مين اللي قايم ده مين. ففي حاجات برضو بتاثر مع الواحد يعني مع الوقت. لا كانت ذكريات كويسه، والجمهور طول الوقت يعني المباراه دي برضو وكل المباريات، لا جمهور الاهلي مختلف، جمهور الاهلي مختلف في كل حاجه، حتى يعني حتى في الاحتفال، في احتفال وانت مش مصدق، يعني في ممكن احتفل بحاجه انا مش مصدق. لا جمهور الاهلي عادي، جمهور الاهلي بيحتفل وهو متعود على الانتصار وهو واثق كمان في اللي موجودين. وجمهور الاهلي طول الوقت بيثق في اي حد، يعني طول الوقت جمهور الاهلي على مر العصور في فترات بيبقى فيها نجوم سوبر ستار،
ونجوم عاليين جدا وبيأدي بشكل كويس جدا. بعد فتره في بيبقى في تجديد واحلال، ممكن تيجي ناس نجوم مش نجوم يعني ناس اقل في المستوى او اقل في النجوميه، لا برضو بيفضل موجود. هو ما بيشجعش حد، النادي الاهلي ما بيشجعش فرد، والنادي الاهلي ممكن يحب فرد عشان النادي. يعني كل الناس حتى اللي جت جوه النادي الاهلي المحبوبه هي محبوبه عشان النادي الاهلي، مش عشان الشخص. يعني لو جيتي بصيتي للشخص ده بامكانياته وكل حاجه وشخصيته بس في مكان تاني هيبقى محبوب عند جمهور بس مش بنفس قدر حب النادي الاهلي لاولاده او للعيبه اللي بتدخل تلعب جوه النادي. ردود الفعل اللاعبين يا كابتن بعد الهدف وبعد الانتصار وخلاص الحكم صفر وكسبنا الماتش، كان ردود الفعل ايه؟ لا طبعا عايز اقول لك لو احنا ما كناش قدنا مباراه كويسه كان ردود الفعل كانت هتبقى يعني هستيريه، ولكن الامور كانت كنا مبسوطين جدا. بس جوه المباراه احنا خلقنا فرص كتير. يعني المباراه دي لو اتفرجنا على الهايلايتس بتاعتها هتلاقي ان ريال مدريد ليهم فرص كتير واحنا كان لنا فرص كتير جدا. يعني كان الفرقتين ضيعوا فرص. يعني انا شايف ان الحضري كمان في المباراه دي كان من نجوم المباراه بالنسبه لي، شال كم كور برده مش طبيعيه في البدايه. ريال مدريد كان ليه كذا كوره في العارضه، فالمباراه كانت يعني مش اتجاه واحد. يعني لو اتجاه واحد هنطلع مبسوطين وفرحه هستيريه، لكن المباراه كانت اتجاهين، كان في فرص كتير سجلنا وضيعنا كذا فرصه، فكانت مباراه تليق بان ده نادي القرن الافريقي ونادي القرن الاوروبي. لا مباراه تليق بالفرقتين. طبعا كابتن بشكر حضرتك جدا كابتن عادل، نورتنا الحقيقه، والحقيقه يعني بنشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده بكره وبناكد النادي الاهلي نادي القرن.